بالقطاع المالية، هناك مجالات لم نكن نتوقعها. في بعد 70 عاما نحن ننظر في الجانب المالي لتغير المناخ، وما الذي يمكن القيام به في هذا الأمر؟ وقد قدمنا مقترحات فيما يتعلق برفع الدعم بطريقة مسؤولة اجتماعيا، حيث يمكن تحديد الأسعار وأيضا إضافة بعض البنود الخاصة بالطاقة والتربة. أيضا أعتقد من المسؤولية من وجهة نظري أن يتم تقييم استدامة النمو في ضوء زيادة عدم المساواة بشكل كبير، وهذا يعطل النمو، وهذا أيضا من ضمن إطار صندوق النقد الدولي أن ينظر في الوظائف وفرص عمل المرأة في الأسواق. هذا قد لا يكون من بين إطار العمل الأساسي، ولكنه جزء لا يتجزأ عن مهمة الصندوق للنظور للنظر في الموضوعات الحساسة التي نواجهها بطرق متعددة والتي قد تكون مزمنة. إضافة إلى كل ذلك، نحن نقوم بكل الأمور الطبيعية التي يجب أن نقوم بها، التعاون من جانب واحد ومن جانب ثنائي، الإقراض بالطبع لقد قمنا بالإقراض أكثر، ربما يكون أكثر مما كان متوقعا. قمنا بتوسيع أيضا المرفق في أوكرانيا في هذا العام. أيضا دولتين إفريقيتين تنتظران الدعم الخاص بنا. أيضا البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية هي أيضا عملاء مهمين للصندوق. هناك أيضا من بين إطار العمل هي المساعدات الفنية، بناء القدرات والتدريب. نحن قمنا بتشييد مركز التدريب الخامس، ونقوم بتقديم مساعدات فنية لأننا نتلقى طلبات كبيرة وهائلة من قبل شركائنا وعملائنا. ومن ثم أتمنى أن تكونوا سعداء بالذكرى 70 لهذه المؤسسة. أنتقل الآن إلى الأمور التي تتوقعونها مني. لقد نظرنا في الاجتماع كما تعلمون جميعا، نحن نركز على العام 2014-2015. هناك معدل نمو 3.5 في 2013، وقد قلنا بأن هناك خصوصية أكثر وأكثر للبلدان التي نعمل فيها وفي التحليلات التي نضعها فيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، الاقتصادات الناشئة وعمليات التعافي، وكل مجموعة على حدة يتم تحليلها. هناك بلدان تحققت تقدما وبلدان أخرى تتخلف عن الركب. نحن لدينا الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، دول منطقة اليورو، وهناك بلدان أخرى حققت تباطؤا مثل الصين. أيضا هناك أوضاع أفضل في الهند، هناك تباطؤ أكثر وأكثر في البرازيل وفي روسيا، وبالتالي نحن محددين لكل بلد. وفي نفس السياق أيضا نحن ننظر في البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تجاهد وتكافح لتحقيق معدلات نمو كبيرة، وكما نرى فإن وباء إيبولا مؤخرا والذي فرض مزيد من التهديدات ويفرض أخطار للتعافي الاقتصادي الذي كان قد اتخذ طريقه في هذه البلدان، ومن ثم قد نخسر كثيرا من جراء هذه التبعات في هذه البلدان. هناك
معدلات نمو متنوعة بين مختلف البلدان. نحن نجد أن هناك حراك جديد، وقد ناقشنا ذلك في الشراكة، وسيتم متابعة هذا النقاش في الأيام المقبلة. أعتقد أننا لدينا هناك جدول الأعمال العالمي هنا، لقد لقيتم نسخة من هذه الوثيقة. هذه الوثيقة تتضمن للأعضاء الاستراتيجيات الخاصة بكل طرف على مدار الشهور القليلة المقبلة، وهذه الوثيقة سنطلب اعتمادها والدعم في تنفيذها. هذا الحراك الجديد نحن نأمل أن يحقق مزيدا من النمو، طرح فرص عمل أكثر وأفضل، وأيضا نطلب من كل الأعضاء المساهمة في هذه القضايا الأساسية. نحن لدينا سياسة للمراقبة، نحن لدينا سياسة نؤمن أنها تحديدا في منطقة اليورو وفي اليابان سيكون لديها سياسة نقدية تحتاج إلى بعض التعديل. في نفس الوقت أيضا نحتاج إلى تطبيع السياسة النقدية في مناطق الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية من لإعداد أنفسهم للتغيرات التي شاهدناها على مدار الشهور القليلة الماضية. فيما يتعلق بالجانب المالي نحتاج إلى سياسة تحقق مزيد من النمو، وذلك كان في مؤتمر الصحفي للرئيس الجديد للإدارة المالية بشأن الإمكانات المطلوبة في إصلاحات العمالة وأيضا تقديم الدعم وأيضا إصلاحات لسوق العمل وتوفير فرص عمل أفضل. نعتقد أيضا أن السياسات المالية لابد أن تواصل تحقيق الملائمة للنظم المالية المختلفة وتساعد في تحقيق التعافي. هناك أيضا حزمة من الإجراءات التي ننظر فيها والتي تحقق إصلاحات هيكلية. هذه جزء من الفصل الثالث. نحن نعتقد أنه من المهم جدا لهذه البلدان تحديدا في إطار تدابير العرض والطلب، نحن لدينا وجهات نظر تتعلق بالبنية التحتية والاستثمار في البنية التحتية بطريقة جيدة من أجل تقديم الدعم لتحقيق نمو على المدى القصير من خلال جهود كبيرة في البنية التحتية وتوفير فرص عمل في هذه الأطر، أيضا توفير وخلق تسارع في طرح مزيد من فرص العمل. هذا باختصار ما نركز عليه وما نأمل أن نناقشه في اليومين المقبلين، وسوف أسعد كثيرا بتلقي أسئلة في أي موضوع طرحته الآن. شكرا لكم جزيلا. هنا لدينا سؤال في السيدة هنا في الجانب الأيمن. أي يوكينان من وكالة أنباء 3Days، كما قلت بأن هناك تحليل لمختلف المناطق وهناك نصائح تم تقديمها على مدار السنوات الثلاثة الماضية لعدد من البلدان فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية وسياسات المراقبة المالية وأيضا الإنفاق على البنية التحتية. هل توافقين على هذا التحليل أم أن هناك تعليقات؟ نحن نوافق تماما على هذا الأمر، ونأمل أن نقنع هذه البلدان بأن تحقق الظروف المرضية لهذه الإصلاحات. الاستثمار في البنية التحتية وفقا لأي معدل وفي أي ظروف، نحن نرى بأن هذا لا يفيد فقط النمو ولكن أيضا يفيد فقط قضية الدين. هذا يدعم الاقتصاد وأيضا التعافي، والموقف التمويلي سوف يواصل أيضا التوائم مع هذه الظروف في إطار تكلفة منخفضة. هناك حاجة ضرورية للبنية التحتية. على هذا الأساس نحن نعتقد بأن من الضروري اتخاذ هذه الخطوة لأنها
تعالج الطلب على المدى القصير وأيضا تدعم الاقتصاد على المدى الطويل. فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية كما قلنا، فإن هذا عامل مشترك للعديد من البلدان في مختلف المناطق. ما نراه هو أنه هناك ضرورة لأن يكون هذا الأمر محدد لكل بلد، وأن يتم التعديل له وفقا للقبول السياسي وأيضا التعددية التي يمكن خلقها في هذه الاقتصادات. المسألة هي القيام بهذا الأمر، ليس فقط الحديث عنه. يمكننا أن نتحدث عن هذا الأمر في تقارير وأن نصدر تقارير قدر المستطاع، وليس بالضرورة أن نطلب هناك مؤسسات أيضا تقوم بأعمال أكثر كفاءة وجيدة جدا. نحن نريد التعزيز والتأكيد على هذه الرسالة وتنفيذها، هي القضية الأهم. Hello, I'm Jeremy Duncan Jeremy AFP. من AFP. Madame Lagarde, according to data released, وفقا للبيانات التي صدرت من صندوق النقد الدولي، فإن الصين هي من تنافس على قيادة الاقتصادات العالمية بعد الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هناك معدلات النمو صدرت في هذه التقارير، وأيضا هناك مخاطر تواجه هذه البلدان، وأيضا Thank you.